بعد تشييع جثمان والدتها من كنيسة مديانة معز الدين. بعد تشييع جثمان والدتها بعد صراع طويل مع المرض استمر لأكثر من عام، زاد البحث عن ديانة مي عز الدين مع الكشف أن والدتها كانت مسيحية الديانة. من هي مي عز الدين؟ ولدت مي عز الدين في 19 من يناير 1980، أمها مسيحية وأبوها مسلم، اسمها الحقيقي هو مهتاب حسين عز الدين. عاشت أول 4 أعوام من حياتها في الإمارات. حصلت على شهادة في علم الاجتماع من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية. وعاشت مي عز الدين في أحضان أمها. رحلة مي عز الدين الفنية. بدأت الفنانة مي عز الدين حياتها الفنية كبطلة. في عام 2001 رشحها المخرج منير راضي للمخرج محمد النجار لبطولة فيلم رحلة حب أمام الفنان محمد فؤاد. عملت بعد ذلك مع الفنانة يسرا في مسلسل أين قلبي. أول بطولة لها كانت في مسلسل قضية صفية في 2010. مثلت في مسلسل الشك الذي ضم مجموعة كبيرة من كبار النجوم مثل حسين فهمي ورغدة ونضال الشافعي. مسلسل دلع بنات، مسلسل حالة عشق، مسلسل وعد، مسلسل السايل. حققت نجاحات كبيرة في الدراما والسينما وحظيت بشعبية وقاعدة جماهيرية كبيرة. دخلت مؤخرا عالم المسرح من خلال مشاركتها في موسم الرياض بمسرحية ذكاء اصطناعي. علاقة مي عز الدين ووالدتها. تعتبر مي عز الدين والدتها مها من أكثر الأشخاص تأثيرا في حياتها المهنية، فقد كانت تدير أعمالها منذ بداية مسيرتها الفنية وساهمت بشكل كبير في تقديم أدوار مميزة لها، ومنها دور نانسي المسيحية في مسلسل آدم، والتي كان لوالدتها دور مهم في تعليمها تعاليم المسيحية وتقديم الشخصية بشكل جيد. وفاة والدة الفنانة مي عز الدين. تم تشييع جنازة والدة الفنانة مي عز الدين من كنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون في 12:00 ظهرا اليوم السبت، بعد وفاتها في الساعات الأخيرة من مساء الجمعة 22 نوفمبر 2024. وكان الفنان تامر حسني أول المشيعين فيما غابت الفنانة مي عز الدين عن الجنازة، وقد عانت والدة الفنانة مي عز الدين منذ حوالي عام من أزمة صحية وخضوعها للغسيل الكلوي. ما هي ديانة مي عز الدين؟ على الرغم من أن ديانة والدتها هي المسيحية، إلا أن مها كانت حريصة على تعليم مي عز الدين أصول الدين الإسلامي. وتحدثت مي عز الدين في أثناء إحدى مقابلاتها التلفزيونية على أن سبب التزامها وتعليمها أصول الدين الإسلامي هو والدتها، مؤكدة أن والدتها مسيحية ولم تجبرها يوما على اعتناق ديانتها. وقالت في تصريح تلفزيوني سابق إنها مسلمة الديانة متابعة ماما، كانت حريصة على تعليم الالتزام بتعاليم دين الإسلامي، وكانت تساعدني في أداء الصلاة والالتزام بها رغم أنها لم تكن ملمة كثيرا بدينها.